من إنتاجات شركة إيجل فيلمز المنتظرة قريباً على شاهد في آي بي مسلسل أمنيزيا اللي بيشارك فيه مجموعة من نجوم الدراما اللبنانية والخليجية منهم فاطمة الصفي وحمد أشكناني ودميان بوعبود وكارول عبود وإلي متري وسينتيا كرام وغيرهم وهو من إخراج رودني حداد وتأليف دكتور حنين عمر. والعمل درامي مؤلف من 8 حلقات وأحداثه بتدور حول فنانة تشكيلية بتفقد ذاكرتها بشكل غامض جداً وبتلاقي فجأة نفسها في مصحة عقلية ومتهمة بجريمة قتل. بتقرر ترجع لماضيها بمساعدة دكتورتها اللي بتمسك طرف الحقيقة علشان طبعاً تلاقي حقائق عن نفسها وفي نفس الوقت تكشف اللغز الكبير اللي بيغير حياتها. وظاهر إن هي بتعاني من الأمنيزيا وهو نوع من أنواع فقدان الذاكرة. وإحنا طبعاً كنا مع فريق العمل ونجومه في كواليس تصوير البوستر واتكلمنا معاهم أكتر عن تفاصيل أدوارهم. فاطمة بدنا نقول لك واو، أنا شخصياً ما عرفتك بس شفتك، هيدا للكاركتر، قررتي تقصي شعرك للكاركتر أو فرضتي عليهم اللوك؟ لا لا مو فرضت، بعد دفعة بيروت رجعت الكويت، أكيد كنا ضغوطات نفسية وهيك، قصيت شعري، بالصدفة قريت النص فالشخصية ينفع معها إن هذا يكون شكلي، يعني لو ما كان ينفع كنت راح ألبس باروكة وأعمل أشياء، بس ينفع 100% إنه يكون هذا شكلي، فارتحت نفسياً. لهيك حبينا نعرف من فاطمة أكثر عن شخصيتها الجديدة بالعمل، واللي مبين من اسمه إنه راح يكون full of suspense. شيء غريب ويخوف. نهى شو عم تعملي هون؟ أنت نوال. أنا معها. صورتك لا. شخصيتي الأساسية. في عندي ثنتين الأساسية يعني عندي ثنتين أوكي مركب الدور هو شوي مها وفي نوال بس المين مها رسامة زوجة من شخص تحبه عاشوا بلبنان 10 سنين صارت أحداث كذي وصار من وراها المسلسل أوكي أول شيء بما أنه عيشت الشخصية 10 سنين بلبنان رح نشوف الشخصية عم تحكي شوي مكسر هيك باللبناني أو لا رح تحافظي على اللهجة هيك الخليجية لا زوجي رح يكون يتكلم لبناني أحسن مني واللي بيقوم بدوره حمد أشكناني حاولت بصراحة يا رب يعني هو لازم هو كويتي فصار بس بعد صار له 10 سنوات مثلا في لبنان اضطر انه يتعامل مع الشخص اللبنانيين اللي داره في الشغل باللبناني تقريبا مش لبناني كاركتر لبناني لا بس ان شاء الله يا رب نيكست تايم نعملها باذن الله ليش لا اكزاكتلي او بالمسلسل اكزاكتلي دائما قلت على الدواء الجديد ورح يقدم حماد شخصية طلال رجل الأعمال اللي بيعاني من مشاكل نفسية غير سوي طبعا دائما من وجهة نظره يشوف اللي هو اللي يسوي شيء لغاية سامية بالنسبة لأنه يبي ينتج دواء قد يفيد البشر ويجرب وكذا عنده شيء من خلينا نسميها المرض النفسي البسيط هذا اللي يخليه يتحول من رجل جنتل ومسالم وهيك إلى ممكن وحش جسدت هيك الدورة كل عم تحس فيه بهيدي الصورة الحلوة اللي طلعت عملها شفناها بالأخير صورتوها؟ يس واو كان فيها كتير هيك إكسبرشن يعطيك ألف عافية لكن إلي متري كان صعب عليه إنه يجسد شخصيته أثناء تصوير البوستر ما بعرف أتصور يعني إنه تعال ناخذ فوتو بصير عم بنهبل يعني لترلي بصير عم بنهبل يعني فإنه بصير عم بعمل حركات لأنه هيك أنا بالحياة إنه عم بلعب سو خد فوتو وكون ستيل يعني فايه ما مش إلي متري انه مينو هي الاهبل بصير انا عم باخذ البوزيت وبراسي انه مينو هي الاهبل اللي عم يعمل هدول البوزيت وإلي رح يقدم دور مروان الصحفي بالمسلسل ويلي بيكون خطيب يارا الطبيبه اللي بتلعب دورها دياما ابو عبود ولهالسبب شفناها بتصوير بوستر لابسه روب الحكيم هي حكينا مش 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 بطريقه كلاسيكيه على فكره هي شيز فن شيز يعني عندها هيك نهفاتها عندها طريقتها بتجي لعندها مريضه وبتعالجها وبتقرر تساعدها بتروح معها للاخر لانه مآمنه انه بالقضيه الانسانيه اللي هيدي المريضه هي عم تقطع فيها يا ماما مين المريضه يلي بتساعديها واللي اكثر يمكن دورك معها هي شخصية مها نوال مها وهي اللي عم تلعب الدور هي فاطمة الصفي أول مرة بتعرف عليها بهذا المسلسل ومبسوطة كتير اشتغلنا سوا كان في ممثلين من الكويت وممثلين من لبنان فحبيت هذا الشيء كتير حلو وهي اللي بتكون هيك بتعاني من الأمنيزيا من صح من الأمنيزيا ومن كذا شغلة دورة حلو كمان كتير عم تعمله بطريقة كتير حلوة بس إلي متري حاب يفضح لنا القصة أكتر المريضة يلي
بتكون بالمصح بتجرب تنتحر بتعالجها هي وبتخبرها شيء ما ركب براس خطيبتي بتخبرني بتخبره لمروان فضح السر دمرنا الدنيا محي عجل لا انا بقصد كنت السر تبع انفضح للمريضه يعني هو من انه عم بيساعد بس هو انه بده القصة بده القصة وبدربه عم بيساعد اوكي يعني بده هيك عم يضرب كذا عصفور صحافة خلاص مثل ما عملنا نحن هلا ايه اكزاكتلي هذا مو زينة ما تستحقين تعيشين اصلا هلا الحقيقه انا كثير بحبه لإلي يعني كممثل اكيد طبعا وهلا اخذ دور صحفي يعني بيشبهنا وفضح لنا الاسرار كمان فانبسطت كثير منه طبعا بدنا نقول لكم انه المسلسل بنتقل على شاهد ب 20 مايو ومثل ما صرتوا تعرفوا هو مؤلف من 8 حلقات